اكتر لاعب قريب منك دلوقتي، لحد دلوقتي قريب منك قوي؟ يعني على فكره اللي انت هتقوله دلوقتي ده هيترتب عليه حاجه نطلبها منك اهو. لا والله يعني كل الاسماء اللي قلتها لك ديت اكتر لاعب، اكتر واحد يعني، انما اختار او اختار لنا اسم. طب اقول لك اختار اسم منهم حاليا دلوقتي هتكلمه في التليفون واحنا دلوقتي بنصور، وهتقول له ان انت عربيتك عطلت ويجي لك وتشوف تعملوا ايه. اختار بقى لعيب لا، ما حدش هيسال فيا. انا احبهم وكل حاجه، هنشوف مع بعض والله دلوقتي. ما حد هيسال فيا. هنشوف هيعمل. عارفه ليه؟ علشان لو حد فيهم اتصل بيا وقال لي عربيتك، انا مش هسال فيه. خليك اتكلم بكل صراحه. لا هي نداله برضو، خدي بالك. دي دليل على الحب. النداله ملهاش علاقه بالحب خالص. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا قلت لك اللي كنت احب اقعد معاهم، ولكن انا في ناس كنت احب العب معاها. يعني مثلا انا كنت بقول ابو تريكه، عماد متعب، ده كانوا بيقولوا المثلث يعني، فاهمه؟ ففي ناس، لا في ناس كانت قريبه مني، محمد شوقي، يعني حتى كابتن سيد مش هيرد سيد عليك؟ معوض. سيد معوض لسه هسألك، مش هيرد عليك لو كلمته دلوقتي؟ والله لا، ما برضه ممكن يطلع ندله برضه. طب ما نجرب. طيب خلاص، نجرب في التليفون كده ونشوف ايه اللي هيحصل. التليفون معاك؟ نطلب تليفون؟ ماشي. ولو مش كابتن سيد، شوف برضه ممكن اي لعيب تاني يكون صاحي دلوقتي وموجود وتكلمه. كلم اسلام. ماشي. هو الوحيد اللي حاسس ان هو ممكن يجبر بخاطري. افتح السبيكر. ايه يا حبيبي؟ يا اسلام. ايه يا نجم؟ انا اتحطيت في موقف محرج جدا يا اسلام. كنت ماشي بالعربيه والعربيه عطلت، فقلت افكر في مين، فما لقيتش غير اسلام. يعني 10 سنين، ما اعرفش بقى هتبيعها في ثانيه ولا ايه. اجيب؟ لا اجيلك. انت فين؟ انا يعني على الدائري كده، يعني تقدر تقول على الصحراوي حالا. يعني ايه الدائري الصحراوي؟ معلش مش فاهمني. يعني بص، يعني هو الشارع اكنه صحراء. يعني ابعت لي لوكيشن. ابعت لك اللوكيشن. ايوه صح، ابعت لك اللوكيشن. ابعت لي اللوكيشن وحالا اجي لك. بس هتيجي؟ ها الله، هو انت من امتى حذرت ان انا ما جيتش؟ يا كابتن اسلام انت فزت معانا. يا كابتن اسلام احنا عندك في القناه. عندي فين؟ عندك في القناه. لا بقى. طب شفت بقى، انا بص، انا راهنت على الحصان الكسبان. شفت؟ انا فكرت في ناس كتير الاول، ولكن قلت في الاخر انت اللي هتبل لي ريقي. واستغلينا الفرصه انك مش موجود. انت عارف يعني، ده ما اقدرش اقول لا ابدا. حبيبي يا اسلام، خلاص يبقى انا كده اسلام. اسلام اللي كسب. تسلم يا اسلام. الحمد لله على السلامة. طب بتقولوا لي النهارده ان في كده عشان اعمل حسابي؟ المرة الجاية بقى. حبيبي يا اسلام. حبيبي. ماشي يا نجم. ماشي يا حبيبي. مفيش احسن ولا احلى من جدعنة الصحاب. طب ما هو بصي بقى، ده ليه بقى؟ علشان ما كنت بلعب في السكة الحديد، كان اسلام بيلعب في الاولمبي، اتقابلنا في منتخب تحت 16 سنة اللي جمعناه قبلها بسنتين تحت 14، وبعد كده اتقابلنا تاني في النادي الأهلي، ولعبنا مع بعض في المنتخب سنين طويلة من واحنا صغيرين، النادي الإسماعيلي. يعني شايفة كل ده صداقة من الطفولة. فطبعا لازم الجدعان، صح؟ يعني صداقة والحقيقية. فأكيد يعني عربية عطلت ولا حاجة، لا لازم. مش هنلاقي أحلى من الصداقة ننهي بيها فقرتنا غالب ولا مغلوب. وكنت غالب على فكرة، مش مغلوب. طيب كويس.